حرصا على دعم المواهب في صفوف الأطفال، انتظمت بالعاصمة طرابلس مسابقات وتصفيات في مجالات الاختراعات العلمية والإبداعات الأدبية بين الأطفال. وتقول وزيرة الشؤون الاجتماعية سميرة الفرجاني إن ما يحدث من عنف في ليبيا سببه الأول عدم تربية الأسرة والمجتمع للطفل منذ البداية تربية اجتماعية ناجحة. احنا فكرنا في المسابقة، هي اللي حتكون مسابقة الطفل المبدع في الرسم والخط والشعر وكتابة القصة، والأساس المسابقة هي يكون الطفل المبدع في الحاجات اللي يدير فيها بيديه، نشوفوا شن التقنيات، شن الحاجة الجديدة، الاختراعات الصغيرة اللي نعتبروها. المسابقات انطلقت من مدينة الخمس وتنتظم اليوم في طرابلس، ومن المنتظر أن تصل إلى نالوت وغيرها من المدن الأخرى في الأيام القادمة، حيث يشارك فيها ما يقرب من 8 بلديات. طبعا اللي هو اكتشاف المواهب واكتشاف الاختراع والإبداع لدى الطلبة، فبالتعاون مع مكتب التعليم والأستاذات الفاضلات الأخصائيات بالمدارس. تكمن أهمية هذه المسابقة في كونها طريقة ضرورية لاستكشاف مبدعي المستقبل في كل المجالات. لابد منها هذه التصفيات والقدرات حتى نستطيع أن نتعرف على المواهب، سواء كانت مواهب علمية أو كانت مواهب فنية أدبية. إبداع الطفولة في مجالات الشعر والأدب هو أبرز ما طبع هذه المسابقة. لا تسألوني أنت من وحليف من ونصير من، أنا الذي بعت قبيلة واشتريت بها الوطن. هو عبارة عن مجسم يمثل فيه بركان، توضيح الفكرة لتلميذ طريقة فوران البركان. هذا كشاف شحن تليفون اخترعته، هو عبارة عن بطارية، وكشاف. أما هذه الطفلة فتصر على تقديم رسالة في حب الوطن عبر صوتها. وفي أي قاع سحيق تحط بنا العاصفات؟